عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ قدامكم هنا 3 برامج، ال3 برامج دول مرتبطين بالنت. مرتبطين بالراوتر. الاولاني اللي هو بلوك واي فاي، ده بيجيب ايه؟ اللي انا فتحته بلوك واي فاي ده بيجيب اللي معايا على الشبكة، فانا بقدر اسجل، بشوف بصمات كل تليفون، بشوف بصمة كل تليفون واقوم عاملاه، هوريكم دلوقتي، واقوم ضغط عليها يديني ايه؟ اخضر. اهو هنا عاطيني الاسماء اللي على الشبكة عندي وعاطيني لون اخضر، يعني دول انا كنت ضغط عليها اخضر اللي هو عندي ايه على الشبكة. لو هو ما هوش عندي على الشبكة ورحت عاملة السيرنج، يعني ده يعني غريب. هو لو في رقم غريب عندي على الشبكة وانا ما عملتش ضغطت على السيرنج ده وعملت كده انه ده يعني ايه، يعني دول معايا على الشبكة، دول ارقام التليفون بتاعتي واللي في البيت انا عاملة كده. لو جاب حاجة زيادة، لو في رقم غريب يجي على الشبكة ودخل عندي على الواي فاي بتاعي، انا كل شوية بعمل له ريسكين، ده اهو بيجيب اللي على الشبكة عندي كله، اللي بدان جايبه اخضر اللي هو نون ده، يعني ايه موجود عندي على الشبكة، ده اللي هو ايه معروف اللي انا عامله عليه قبل كده. لكن لو جاب زياده عن دول بيجيب رقم، بيجيب اللي هو السيرنج اللي هو ايه غريب، فانا بقوم داخل عليه. هو ده اللي تي اي داتا، تعرف تدخل من هنا من تحت، من هنا على تي اي داتا تعرف تدخل على الراوتر وتعرف تعمله. ماما هو علشان هنا تي اي داتا، لو هو تي اي داتا بيبقى يظهر مربع باسم الشبكه والباسورد. لو كنت ده علشان عندي ما هوش تي داتا، بقت شركه وي لما اقلب على وي، كان الاول كان بيدخل، كنت بعرف ادخل منه واعمل حظر للارقام الغريبه اللي داخله على الشبكه، للشبكات الغريبه اللي داخله على ايه على الراوتر. لكن ده كده مش جايب، لان هو ايه ما هوش مش مفعل اللي هو يعمل وي، المفروض كان يبقى فيه ايه تحديث، بس بعرف منه لو حد داخل على الشبكه غريب ولا لا. ماشي، بطلع من هنا. دي وي، ماي وي، ماي وي ده جميل جدا، اللي انا بعرف الرصيد بتاعي اللي على الشبكة. مش بيجي معايا كده، اقوم انا ضغطة ابدأ، من بعد يجيب لي، اقعد اعمل كده وكده لغاية ما اعرف الرصيد كام. ده بجيب منه اللي لسه الباقي لي كام جنيه من الرصيد ده لسه ما جابش، بيقعد يعلق كده، بس ايه الاخر بيجيب فاضل لي قد ايه. يعني احنا بندفع 140 جنيه في الشهر، هو فاضل لي قد ايه علشان ايه، فاضل لي قد ايه من الفلوس على الشبكة بتاعتي، على الفلوس للنت. ايوه جاب لي لسه لي كام، هو بعلق شوية بس بيجيب 95 جنيه، 95 ميجا و8 من 100، ده لسه باقي لي من 140 ميجا. يبقى هو جاب اللي انا اللي باقي لي 95 و8 من 100 ميجا. هو كاتنا كان احنا لينا 140 ميجا، فده جميل. بتعرف منه برضو البرنامج ده اللي هو ايه، بتعرف منه بنعرف منه لسه باقي لنا ايه في الباقة عشان نبقى عاملين حسابنا. وطبعا ايه لازم يتفعل برقم التليفون، رقم التليفون اللي هو ان هو رقم التليفون اللي كان معمول بيه اصلا النت، يعني هو بيتكتب فيها اللي هو الرساله للنت، لما بيجي عليه بيجي رساله على تليفون موبايل، بتبقى احنا حاطينها في ال، بنبقى احنا عاطينها لبتوع النت اللي هم بيبقى يجي في الاول خالص الرساله عليها وكده، وبتفعل عليها اللي هو الرقم الارضي عشان يتعرف يجيب لنا ايه النت، الباقي من النت. ده مدير ايه التطبيق، مدير مراقبة الواي فاي، ده اللي انا بدخل منه بعرف كل حاجة عن النت، عن ال، بعرف كل حاجة عن شبكة وي. بقوم كاتبة هنا الباسورد ادمن،
كانت اسمه ادمن ماشي. وبعد كده انا بكتب الباسورد ده اهو، في رقم بيبقى يجي على الراوتر من ورا، كل راوتر ليه رقم، بيتكتب الرقم ده هنا والرقم ده بيبقى سري، وبعد كده اتك ايه لوجن. انا عملت الرقم ده، المفروض الرقم ده يبقى سري، عملته وعملت لوجن عشان يدخل على الشبكة اهو. دخل اول ما فتح جاب لي ايه اهو، اسم الاسماء اللي هي على الايه على الراوتر اهو، اسماء بتاع الكمبيوتر والتليفونات الموجودة ايه على الشبكة، وجاب البصمات وكل حاجة لها. طبعا ده نبقى كل واحد يبقى عارف بصمة تليفونه، بيدخل على تعريف التليفون وبياخد البصمة بتاعته وبسجلها عنده بتاع تليفونات البيت كلها، بحيث ان لو في رقم غريب نقوم جايبينه ونقوم عاملين له ايه حاضر. اللي هو لوكال نتورك، بضغط عليه باجي هنا طبعا، اقوم ضغط على لان، بقوم جايه ضغط هنا على عنوان DHCP اللي هو ده DHCP بيندينج، بكتب هنا لو ظهر عندي في البرنامج التاني رقم اللي هو اسم غريب على الشبكة، او اللي هو في البرنامج انا وريتكم البرنامج في الاول، اسم غريب على الشبكة والرقم بتاع التليفون بتاعه الادرس بتاعه كل بياناته، وبعد كده بقوم نازلة عاملة بتاعت هنا ابليش، بيقوم طبعا ايه حاضر ده من على الشبكة، شايله من على التليفون، ما يقدرش يدخل تاني على ايه على الشبكة بتاعت ايه الراوتر بتاعي. هو طبعا جاب الحاجات دي عشان مانيش كاتبة بيانات. لوكال نتورك، بعد كده ولان، ولان بعد كده اختار ولان بيزك اهو. ولان بيزك ده بيجيب لي ايه بقى هنا، اذا كانت الشبكة بتاعتي ظاهرة او مخفية ماشي، او ولان تو مش عارف ايه تو فور جي تي زد دي اون، لو انا عاوزاها مخفية، لو انا عاوزة الشاشة ظاهرة بعمل اوف، بيظهر الاسم بتاعي بره اللي هو ايه ظاهر، الاسم بيظهر عندي في الواي فاي، لما انا اجي اعمل شبكة الواي فاي وافعلها بيظهر عندي، يبقى عشان لو انا عاوزة اعمل شبكتي مخفية اضغط على اون، لو انا عاوزة اعمل شبكتي ظاهرة اضغط على ايه على اوف. لو انا عاوزة الشاشة بتاعتي تبقى عاوزة يظهر قدامي اسم شبكة واعرف اذا كانت ظاهرة او مخفية اضغط على دي، بيظهر عندي فوق هنا SSID 1 اللي هو العنوان دي، SSID اللي هو نيم اسم الشبكة، واذا كانت لو اون تبقى مخفية، اوف تبقى ظاهرة، وبعد كده هيجي هنا الباسورد اللي احنا عاملينه، ممكن نغير من هنا اسم الشبكة او الباسورد، وبعد كده دي اللي تحتها نعملها اوف، وبعد كده ماكسيمم سيلنتس الاي ار اللي هم كام فرد انتوا عاوزينها على الشبكه، كام تليفون او كام بصمه انتوا عاوزينها على الشبكه، 3 او 4 زي ما انتوا عاوزين، بتبقى مفتوحه لغايه 32. وبعد كده ايه بنقوم عاملين هنا ابلي، وبعد كده ايه لو احنا مش عاوزين نعمل كانسل نكنسل اوكي، وبعد كده ايه بنطلع بره هوم هنا عند العناوين اللي فوق اللي احنا ايه بنعوزها.
الأساسية اللي بتظهر لي في البرنامج، وهي نفسها الصفحة اللي بتظهر في على الكمبيوتر. بالنسبة لدي ل دبليو دي اس، دي كويسة في حاجة، في ايه؟ اللي انا بعمل زي ما تكون تشفير كامل للشبكة بتاعتي، بحيث ان مفيش حد يقدر يخترقها او يدخل عليها. بقوم ضغط على دبليو دي اس، واقوم جاية عند ضغط على ديسيبليد، ديسيبليد ده اهي، اقوم ضغط عليها وديسيبليد، واقوم ايه منوراها كده اهي اهي، ضغط عليها واقوم نازلة عاملة ايه قبليه يعني تطبيق، يبقى كده الشبكة بتاعتي محمية. لو انا عاوزة اغير كلمة الدخول لراوتر نفسه، ما هوش باسورد الشبكة، احنا باسورد الشبكة في اللي هو المكان اللي فات اللي انا وريته لكم دلوقتي، ممكن اعمل اللي هو ايه اللي انا وريته لكم، الاسم وعدد واتحكم في عدد اللي داخلين على الشبكة وكده. اما المرة دي الدخول للراوتر نفسه، لان انا لما دخلت قبل كده دخلت بالباسورد اللي على الايه اللي على الراوتر بتاعي. ممكن لو انا مش عاوزه بالباسورد اللي على الراوتر، حد مثلا عرفه او دخل عليه او كده، او من داخله من ايه من دي، ضغط على دي، وهما انا ضغط على اكونت مناش، اكونت مناش، وبعد كده هقوم كاتبه هنا ادمن، والباسورد القديم اللي انا كنت كاتباه وداخله بيه هنا. وبعد كده لو انا عاوز اقوم كاتبه هنا باسورد جديد، وبعد كده الباسورد الجديد اللي انا باكد عليه هنا جديد، باكد عليه كاتباه تاني، واعمل بلاي اللي هي ايه تطبيق. يبقى كده اتفعل عندي، واقدر ادخل للراوتر بايه بباسورد جديد.